السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكل متابعي تبعات قناة حراء التعليمية مع فيديو جديد من سلسلة فيديوهات الشرح. لو عجبك الفيديو لايك شير، ولو أول مرة تتابعنا سبسكرايب وفعل الجرس ليصلك كل جديد. اهلا بيكم حبايبي الحلوين في فيديو جديد من فيديوهات الرياضيات الصف الثاني المستوى الثاني رياض الاطفال. الفصل الدراسي الثاني، يلا بينا نطلع البرج الجميل ده مع بعض. يلا بينا نجرب. هناخد النهارده ان شاء الله باذن الله الاعداد من 66 وحتى 70. في سؤال المراجعة معنا اكتب العدد السابق، السابق يعني اللي قبله او بنقص واحد. الرقم السابق لستة وثلاثون مين؟ خمسة وثلاثون. خمسة وثلاثون. طيب العدد السابق لخمسة وعشرون مين؟ اربعة وعشرون. اربعة وعشرون. ثمانية، سبعة. أربعة وستون، ثلاثة وستون. اثنان وخمسون، واحد وخمسون. سؤالنا دلوقتي رتب تنازليا، رتب تنازليا. احنا عارفين يا أولاد منين لفين، من الكبير للصغير. عندي أرقام 24، 32، 55، 11، 7، 49. يلا أكبر عدد عندي 55، بعد كده 49. يلا مين هيقول معايا؟ 32. بعد كده 24. أحسنتم. بعد كده 11، وفي الآخر 7. يبقى الأعداد بتاعتي أكبر حاجة 55 وأصغر حاجة 7. يلا برضو رتب تنازليا، 63، 60، 64، 61، 65. أكبر حاجة عندك هنا 65، 64، 63، 61، 60. يبقى أكبر الأعداد 65 وأصغرها 60. عندنا اطرح. 25 ناقص 12. يلا ولاد احنا عرفنا ان احنا بنطرح الأحاد ناقص الأحاد والعشرات ناقص العشرات. هنطرح مين ناقص مين؟ مين يقول لي؟ 5 ناقص 2 هتديني 3. 2 ناقص 1 بتساوي 1. 57 ناقص 31 برضو الأحاد ناقص الأحاد والعشرات ناقص العشرات. بعد من الصغير لحد ما أوصل للكبير، حد بعد الواحد لحد ما أوصل للسبعة. 2، 3، 4، 5، 6، 7. طلع 6 أرقام. 5 ناقص 3 ها، بعد الثلاثة 4، 5، 2. 60 ناقص 10، الأحاد ناقص الأحاد صفر ناقص صفر صفر، وستة ناقص واحد خمسة، يبقى الناتج 50. 48 ناقص 24 بتساوي، يلا 8 ناقص 4. نعد من الأربعة لحد ما نوصل للثمانية. بعد الأربعة 5 6 7 8. أنا كده عديت أربع أرقام. أكتب أربعة. أربعة ناقص 2، بعد الاثنين 3، 4، 2. يبقى الناتج بتاعي 24. اكتب العدد. يلا النهاردة عندنا اعدادنا ها، هنحد الاحد بتاعتنا 1، 2، 3، 4، 5، 6. يبقى في الاحد عندي كام يا ولاد؟ 6. 6 بالعشر. العشرات 10، 20، 30، 40، 50، 60. يبقى العدد بتاعي 66.
ستة وستون وستة في عشرات. يلا العدد اللي بعديه. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. سبعة يبقى الأحد عندي فيها سبعة. ها عشرة عشرون ثلاثون أربعون خمسون ستون. يبقى الرقم بتاعي سبعة بتاعي سبعة وستون. وستون سبعة وستون. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. يبقى الأحد بتاعتي ثمانية. يلا العشرات. عشرة عشرون ثلاثون أربعون خمسون ستون. ستون يبقى العدد بتاعي ثمانية وستون. وستون. ثمانية وستون. العدد الجديد عندي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة. أحد عندي تسعة. يلا نشوف العشرات. عشرة عشرون ثلاثون أربعون خمسون ستون. ستون يبقى العدد بتاعي تسعة وستون. تسعة وستون. يلا بينا نكتب عدد جديد. ها يلا في الأحاد هنعد. مفيش حاجة. الأحاد فيها صفر. العشرات واحد عشرة عشرون ثلاثون أربعون خمسون ستون سبعون. يبقى العدد بتاعنا الجديد النهاردة سبعون. يعني سبعة في خانة العشرات بسبع عشرات. عد وأكتب بالحروف. عد وأكتب بالحروف. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. ها كده عندي كام العدد؟ سبعة. نكتب عدد سبعة. سبعة سبعة. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. العدد بتاعي ثمانية. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. ها العدد عندي خمسة. برافو أحسنتم. واحد اثنين. هنكتب كام يا ولاد؟ اثنين. اثنين. عندي اطرح. يلا بالطريقة الرأسية. اثنين واربعون ناقص واحد وعشرون. يلا هنطرح الأحاد ناقص الأحاد. اثنين ناقص واحد واحد. أربعة ناقص اثنين اثنين. أربعة وستون ناقص عشرون. الأحاد ناقص الأحاد. العشرات ناقص العشرات. أربعة ناقص صفر تنزل زي ما هي أربعة. ستة ناقص اثنين نعد من الاثنين لحد ما نوصل للستة تطلع برضو كام؟ أربعة. يبقى الناتج أربعة وأربعون. أربعة وأربعون. اطرح مسائل بالطريقة الأفقية. سبعة وعشرون ناقص واحد وعشرون يساوي. يلا الأحاد ناقص الأحاد. سبعة ناقص واحد ستة. اثنين ناقص اثنين صفر. يبقى العدد بتاعي ستة. لأن الصفر في الخانة اليسار ليس لها قيمة. ليس له قيمة. ستة وستون ناقص واحد وثلاثون. ستة ناقص واحد خمسة. ستة ناقص ثلاثة ثلاثة. يبقى العدد بتاعي الناتج خمسة وثلاثون. تسعة وخمسون ناقص أربعة وأربعون. تسعة ناقص أربعة خمسة. تسعة خمسة ناقص أربعة واحد. يبقى الناتج بتاعي خمسة وعشر. رتب تصاعديا. عشرون خمسة سبعة وثلاثون ثمانية وعشر. والآن نكون وصلنا لقمة البرج. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله.